السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعونها فيها. النقابة الوطنية للصحة العمومية تحدد جدولا زمنيا للإضراب عن العمل، محذرة من تصامم الوزارة عن انهيار القطاع. مصادر إعلامية تتحدث عن تسريبات تتعلق بترتيبات الحوار المرتقب خلال الأسابيع القادمة. أسواق مقاطعة السبخة ترسح تحت وطأة حصار المياه الراكدة التي تهدد صحة السكان. دعت النقابة الوطنية للصحة العمومية كافة منتسبي القطاع الصحي إلى الدخول في إضراب لمدة 3 أيام، احتجاجا على ما تصفه النقابة بتجاهل عريضتها المطلبية وسعيا لوقف الانهيار الوشيك للقطاع جراء سياسة التصامم المعتمدة عن مشكلته، حسب تعبير البيان. النقابة الوطنية للصحة العمومية تدعو إلى دخول في إضراب لمدة 3 أيام سيتم عبر الإشعارات الإدارية تحديد المناطق المعنية به، وذلك في أيام 26، 27، 28 أكتوبر 2016. كما ستكون دوافع هذه التنبيهات المتكررة محل كشف للرأي العام الذي ما زلنا نتجنب أي طرح قد يربكه أو يزعزع ثقته بأداء القطاع عما هي عليه، ذلك ما جاء في بيان صادر عن النقابة. اعتقدت النقابة بشدة ما وصفته بتصاميم الوزارة وتعنت البيروقراطيين المتحكمين بزمام الأمور في أجنداتها. لن يكون التعبير الأفضل عن إرادة الدولة ولا عن رغبة العمال والموظفين، ولن يكون بالتأكيد سبيلا إلى وقف المسار النقابي الذي رسمته النقابة الوطنية للصحة العمومية، سبيلا لخدمة تحقيق أهدافها النقابية والنضالية المشروعة. وطالبت النقابة مؤسسات المجتمع ومنتخبيه برفع شعار الصحة قضية مجتمع، محذرة من السكوت على تعريض مكتسبات البلاد لمسار الانهيار المتمثل في الإهمال المتواصل والذي بات يهدد المجتمع، طالما أن الكادر الطبي لم يعد له من يخاطبه بالسعي لحل المشاكل والمعضلات المطروحة، ولا من يشعر بالمسؤولية تجاهه في انتقاد صريح لسلوك السلطات العمومية. إلى ذلك لوحت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بملاحقة التلفزيون الحكومي قضايا لضلوعه فيما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لحقوق ومصالح منتسبيها، مطالبة بتوقف عن انتهاك النصوص القانونية المعمول بها في مجال الشغل. كشفت مصادر إعلامية تسريبات عن جوانب من نقاش ترتيبات الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام خلال الأسابيع المقبلة، وتتحدث المعطيات المسربة من قيادات حزبية مشاركة في الترتيبات عن تصور لمختلف المراحل التي سيجري بشأنها النقاش. نتابع. أفادت مصادر إخبارية مطلعة أن الأطراف المشاركة في الحوار السياسي المقرر أواخر شهر سبتمبر الجاري وبداية أكتوبر المقبل، أفادت أنها اتفقت على مسودة تتضمن المحاور الأساسية للحوار السياسي، خصوصا المتعلقة منها بالإصلاحات السياسية والدستورية والحكم الرشيد. وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع الأخبار، فقد شملت المسودة 4 محاور أساسية، الأول منها يتعلق بالإصلاحات الدستورية، ويتضمن هذا المحور مقترحا بإلغاء مجلس الشيوخ ومقترحا بشأن الجهة التي تؤول إليها نيابة رئيس الجمهورية. وفي ذات السياق قدم حزب التحالف الديمقراطي بقيادة البرلماني السابق يعقوب اللمين مقترحا بتولي رئيس الجمعية الوطنية منصب رئيس الجمهورية بالنيابة، فيما اقترح حزب الوئام استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية. فيما تضمن المحور الثاني والمتعلق بالإصلاحات السياسية نقاطا تتعلق بحياد الإدارة والتقطيع الانتخابي واللجنة المستقلة للانتخابات وقوانين النسبية. وكرس المحور الثالث من المسودة لمقترحات بشأن الحكم الرشيد واللامركزية ونمط الحكم ومحاربة الفساد. ووردت في المحور الرابع والأخير مقترحات تتعلق بالتوزيع العادل للثروة، أصر رئيس حزب قوس قزح على إدراجها كمحور مستقل في المسودة المقرر أن تكون موضوعا للجلسات الرسمية للحوار.
وكانت بعض أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض قررت مقاطعة الحوار الذي دعت له الحكومة بعد انهيار التشاور الذي قاده الأمين العام للرئاسة مولاي محمد رغف مع أطراف وازنة في الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية. كما قرر حزب التكتل المعارض وحزب إيناد الشريك السابق للمنتدى مقاطعة الحوار لأسباب قريبة مما ساقه المنتدى في خرجته الإعلامية الأخيرة. وتتجه بقية أحزاب المعارضة للمشاركة في الحوار المقرر تنظيمه نهاية شهر سبتمبر الجاري. تعاني أسواق مقاطعة السبخة من تراكم المياه الراكدة في العديد من الطرق المؤدية للمحلات، مما بات يعكر صفو حياة المواطنين في الأسواق والأحياء المجاورة لها، مما جعل العديدين يغلقون محلاتهم خوفا من التأثير السلبي للمياه الراكدة على صحتهم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بفعل الأمطار الأخيرة على العاصمة نواكشوط، بات التسوق في مقاطعتي السبخة والميناء يشكل تحديا كبيرا للمواطنين. التنقل في هذه الأسواق يتطلب أحذية بلاستيكية خاصة لتتمكن من التبضع فيها، وللتواصل مع تجار السوق يلزمك عبور مستنقعاته الآسرة. ويثير الواقع الحالي للسوق امتعاض بعض أصحاب المحلات التجارية فيه، ما جعلهم يتساءلون عن مصير الضرائب التي يدفعونها دون أن تقدم لهم مقابلها خدمات فعالة تحد من المستنقعات التي تحاصرهم في كل فصل خريف. انا مولا بوتيك مضيع لي الماء، ضيع لي الماء المخنز هذا رباكم ما هو زين ولا يتواسى، وكل نهار كل نهار دا قاعد معنا صنادره هون يقضوا من الفضاء يوميه البوليس والبلديه وضيعونا بالماء المخنز. العربات التي تجرها الحمير باتت وسيله نقل تفرض نفسها نظرا لعدم استطاعه السيارات الوصول الى نقاط معينه من السوق المحاصره بالمياه، ويعد ركوب العربات رحله تحمل الكثير من المخاطره بحسب بعض رواد اسواق السبخه والميناء. انا نختار من هذا من المنبر الصوره اللي هي السخيفه الشوينه، هذا عار على الدوله الموريتانيه، وعار على وزاره الصحه، وعار قاعد على رئيس الجمهوريه، وعار على موريتان هذا الخلق مسيكين اللي يطيح على الحمير نقر هذا الهيش. انا شفت قبل مرتين طيحت هون، طيحت وتقلبوا وضاعوا تلفوناتهم وضاعوا هما، وهي الناس مسيكين مرضى، هذا مش وين. لا تختلف أسواق المقاطعتين كثيرا عن واقع الشعبيات السكنية، ورغم الجهود المبذولة لشفط المياه عن هذه الأسواق تبقى الأضرار المادية والمخاطر الصحية قائمة جراء هذه المستنقعات، ما لم يتم ابتكار آلية لتصريف هذه المياه من وسط الشوارع والأسواق للتخفيف من معاناة السكان. انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية نمط التسهيل والحكامة الذي يتبعه الرئيس محمد بن عبد العزيز، والذي أدخل البلاد في أزمات متعددة الأوجه. واعتبر الحزب في وثيقة نشرها مساء الاثنين أن تقييم السياسات العمومية التي قام بها النظام تم على ضوء تطور مؤشرات الحكامة المتعارف عليها دوليا، ويتبين أن جميع المؤشرات تعكس تراجعا ملحوظا لمكانة البلاد على المستوى العالمي، بالرغم من وجود الموارد والفرص الاستثنائية للنهوض الاقتصادي. التقى الرئيس الأسبق للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البوحبيني الاثنين السفير الفرنسي المعتمد في موريتانيا جويل ماير. وحسب ما تنقلته وسائل إعلامية فقد تناول اللقاء عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في سياق حديث عن انطلاق حوار سياسي مرتقب مع بداية شهر أكتوبر القادم. تسببت احتجاجات عرفتها العاصمة الكونغولية كينشاسا في مقتل 17 شخصا من بينهم 3 من عناصر الأمن وفق مصدر رسمي من السلطة، فيما تحدثت المعارضة عن مقتل 50 شخصا على الأقل وحرق عدد من مقرات أحزابها. وتأتي هذه الأحداث الدامية على خلفية مظاهرات لأنصار المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مطالبة برحيل الرئيس جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ سنة 2011. المعارضة الكنغولية تحتج بالعاصمة كينشاسا لمطالبة الرئيس جوزيف كابيلا بمغادرة السلطة غداة انتهاء مأموريته الرئاسية المرتقب أن تنتهي بشكل نهائي في 20 من شهر دجنبر القادم وفق ما ينص عليه الدستور الكنغولي. ويقول المحتجون الذين رفع بعضهم شعارات تطالب برحيل الرئيس كابيلا الذي يحكم البلاد منذ سنة 2011، يقولون إنه فشل في إجراء حوار سياسي
وعد بإجرائه ورحبت به المعارضة، كما أبدت الاستعداد له. ويبدو الموقف من الحوار السياسي والانتخابات هاجسا لدى المعارضة في عدد من بلدان غرب القارة الإفريقية. ففي ساحل العاج أطلقت أحزاب سياسية معارضة حملة تحسيس مناهضة للدستور الجديد الذي يسعى الرئيس الحسن وتر لتقديمه للاستفتاء شهر أكتوبر القادم بعد أن وعد به في الحملة الانتخابية. لكن الحوار والانتخابات وتحديد موعدهما يبدوان أهم لدى المعارضة الإفوارية، وفي مقدمتها حزب الجبهة الشعبية الإفوارية المحسوب على الرئيس السابق لوران غباغبو، في مالي الذي لا يفتأ شماله ليهدأ إلا ليعود للاضطراب من جديد، يحث كيت الخطى سريعا نحو إجراء حوار سياسي ووضع نظام انتخابي متفق عليه من أجل تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية. وقد التقى كيت قيادات عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية المعارضة من بينهم رؤساء أحزاب ووزراء سابقون لنقاش المواضيع التي يرونها تشكل أولوية للمرحلة الحالية التي تعيشها باماكو. يسود هدوء حذر منطقة الهلال النفطي بالشرق الليبي بعد اشتباكات بين حرس المنشآت النفطية وميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي إن هناك مشاركة قوية لطائرات مصرية بقصف القوات الموالية للحكومة بقيادة فائز السراج، مما أعطى قوات خليفة حفتر عامل تفوق نوعي. في بداية عامها الثاني تثير الانتفاضة الفلسطينية الثالثة تساؤلات أرجحت بين التفاؤل باستمراريتها في ظل غطاء السرية الذي يوفره العمل الفردي والتخوف من وأدها بفعل اعتماد سلطات الاحتلال سياسة الإعدام الميداني والتصفية المباشرة بحق منفذي عمليات الطعن والدهس الفدائية. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بعدما طوت حولا كاملا لم تعلق بها أثناءه شبهة الرعاية الرسمية من لدن السلطة ولم تطوقها ذراع التبني التنظيمي باسم فصائل المقاومة، مضت العمليات الفردية بانتفاضة القدس بين طعن ودهس، تزرع الأرض المحتلة مقاومة وتتربص بالمحتل الدوائر، ضاربة الذكر صفحا عن مهدئات التلبيس منتهية الصلاحية ومهددات الإعدام الميداني فاقدة التأثير. وبين ثنائية الطرادية العمليات الفردية وهستيرية الإعدامات المباشرة يوزع المتابعون والمحللون نظرات طرح يتقاسمها الإشفاق واليأس خلال تناولهم موضوع آفاق استمرارية انتفاضة القدس في نسختها الثالثة، على حين رأى سوادهم في الإدالة التي تشهدها علامة فارقة يسندها عدم ارتباط الانتفاضة الحالية بكتاب موقوت ولا بإطار فصائلي، إضافة إلى أخذها الطابع الفردي الذي يقطع الطريق على التنسيق ذي البعد الوقائي. فصائل العمل الفدائي الفلسطينية وجدت نفسها في موقف القراءة الاستنطاقية أمام المشهد. القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين زاهر الششتري لخص قراءته قائلا: إن الانتفاضة تسلك طرقا متعددة، وواضح أنها تحبو أحيانا وتتصاعد أحيانا أخرى، وأن الاحتلال يتعامل مع الانتفاضة بآلية القمع المباشر من خلال سلوك الإعدام والتصفية لكي يوجه رسالة لشبان الانتفاضة ولشعبنا بأنه مصمم على إنهاء هذه الانتفاضة، خصوصا أنه يتفاجأ من آليات استمرارها. الششتري سجل استغرابه مما سماه عدم قيام السلطة بصفتها التمثيلية بمتابعة عمليات الإعدام والتصفية المباشرة للمؤسسات الدولية والقضائية والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال. أما الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم فقد قرأ في موجة العمليات الفدائية الأخيرة إجراء تعديليا يحسن من أداء الانتفاضة، مضيفا أن العمليات البطولية التي يقوم بها الشباب بالضفة والقدس المحتلتين تدل على أن خيار المقاومة ما زال حاضرا وأن الجيل الفلسطيني يرفض الاحتلال وكل مشاريع التسوية معه. وفي تأصيل للمشهد الثوري المنتفض يتحدث الإعلامي والمحلل السياسي نواف العامر عن مهماز الانتفاضة ورأس أمرها الأقصى، مؤكدا أن استهداف الاحتلال المستمر للمسجد الأقصى المبارك واستهتاره بمشاعر المسلمين سبب كاف لاستنهاض الساحة الفلسطينية، مستأنسا بفلسفة علم الاجتماع السياسي التي تثبت أن المساس بالمقدس عند الشعوب يعني الجنون في حياتها، مؤكدا أن فقدان الأمل بمسيرة التسويق
السوية وبؤس دعاتها مع كر ذكرى أوسلو، معززين بغياب الدعم والاهتمام العربي وتورط السلطة في مواجهة مشروع المقاومة بين يدي استهداف المقدس الديني، دواعي إحباط لا يجد الفتية والشباب أمامها سوى طرق أبواب الموت وافتتاح بازار تثوير الساحة من جديد وفق تعبيره. وبين مشروعي سقي الشعب ماء الحياة بوهم التسوية وسقيه بالمغالبة كأس الكفاح، يذرع خيار العمليات الفردية الأرض المحتلة مفضلا الموت في سبيل الحياة على الحياة تحت حكم الموت. بات الصراع محتدما في الدوري الموريتاني خلال السنوات الأخيرة بين فريقين هما نادي أفسن وذيبو ونادي تفرغ زينة، بينما تقف فرق الدوري الأخرى على مسافة بعيدة عن هذه الفرق بسبب ضعف الإمكانيات، وباتت كل البطولات المحلية محصورة المنافسة بين هذين الفريقين. التفاصيل. الناديان اللذان لفتا انتباه الجمهور الرياضي الموريتاني وسحب البساط من تحت باقي الأندية الموريتانية في السنوات الأخيرة وبرز على السطح وبشكل لافت. وبات المتابع للدوري الموريتاني بالتحديد يدرك مدى قوة اللقاء حين يصطدم هذان الغريمان تفرق زينة وأفسن وذيبو. لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هذين الناديين سببوا عدائهما في اللعبة يعود لعدة أسباب، كلاهما يريد إثبات جدارته للآخر ولو على حطامه ولا يقبل بغيره في عيون الجميع أنه كبيرهم وقائدهم في اللعبة. البرتقالي أفسن وذيبو من العاصمة الاقتصادية وذيبو، وساكنته يعشقون اللعبة وبدون استثناء ولا يرضون بغير الفوز وحصد الألقاب، ويقف خلفهم رجل أعمال كداعم ورئيس للنادي هو عزيز بوغربال، ولا يرضى بدوره بغير اعتلاء سلم ترتيب الفرق الموريتانية وبدون منازع، ويمد يدا طولا في تقديم أي دعم من شأنه أن يطور من الفريق. وسبق أن شارك في دوري أبطال إفريقيا وحط قدما في خارطة المستوى الدولي وعمل على وضع فريقه ضمن قائمة الفرق الإفريقية الكبيرة بعيدا عن فرق الدوري الموريتاني والتي ما زال أغلبها يقف بمسافة بعيدة عن البرتقالي ما عدا الغريم التقليدي تفرق زينة. لكن في السنتين الماضيتين باتت الغواصة البرتقالية تبحر في الاتجاه المعاكس للألقاب رغم إمكانية النادي وظروفه الجيدة التي يوضع فيها لاعبوه وجهازهم الفني. النادي البلدي تفرق زينة من العاصمة نواكشوط لا صوت يعلو فوق صوته منذ سنتين، حصد كل الألقاب الموجودة بدءا ببطولة السوبر وكأس رئيس الجمهورية وبطولة الدوري وانتهاءا عند كأس العصبة الوطنية الأخير، وعلى أيضا بكعبه في كل المواجهات التي خاضها ضد البرتقالي أفسن وذيبو في السنتين الماضيتين. يقف خلف هذا النادي رجل أعمال آخر يدعى مساو الخير، بالإضافة لبلدية تفرق زينة التي بدورها تبنت النادي وقدمت له الدعم اللازم حتى بات في صدارات الفرق الموريتانية وبدون منازع. موازين قوة أخرى للناديين تتفاوت من حين لآخر. مدرب تفرق زين عجوز هادئ بخبرة الرزين وتاريخه مليء بالألقاب ويعرف الدوري الموريتاني حق المعرفة، ومدرب أفسن وذيبو شاب تونسي ما زال يبحث عن طريق الألقاب، وموازين قوة فرق الدوري أين تكمن؟ رئيس نادي أفسن وذيبو رجل أعمال هادئ بعيدا عن الإعلام وضوضائه، قدم كل شيء لناديه ووضعه على السكة الصحيحة من خلال الدعم، لكن طريق الألقاب في السنتين الماضيتين باتت محفوفة بأشواك النادي البلدي تفرق زينة الذي جمعها كلها وبدون استثناء. وذاك ما لا ترضاه جماهير الغواصة البرتقالية وهي التي تكرر دائما خلف فريقها أفسه هي بلادي. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها.
النقابة الوطنية للصحة العمومية تحدد جدولا زمنيا للإضراب عن العمل محذرة من تصامم الوزارة عن انهيار القطاع. مصادر إعلامية تتحدث عن تسريبات تتعلق بترتيبات الحوار المرتقب خلال الأسابيع القادمة. أسواق مقاطعة السبخة ترسح تحت وطأة حصار المياه الراكدة التي تهدد صحة السكان. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز إخباري بحول الله.